ايدي يا عوني. تورتة الأناناس اختيار الشيف يا مستر خالد. أيوة يا عوني، أنا مش شايف ولا أناناسية واحدة، أنا شايف فراولة. أنا فعلا حاطط فيها فراولة، بس هي تورتة الأناناس زي ما تعلمتها في الجيش بالظبط. هو أنت تعلمت تعمل تورت في الجيش؟ أنا كنت أحسن جندي في سلاح الميز. أيوة يا عوني، بس اللي أنا أعرفه إن تورتة الأناناس لازم يبقى فيها أناناس. الناس من الفرحة بتنسى، حط لهم أي حاجة وياكلوها، احتفال بقى وفرحة. بقولك يا عوني، هو أنت القائد بتاعك في سلاح الميز مفهمكش إن كل فاكهة وليها موسم؟ أنا أعرف إن كل موسم وله فاكهة. استنى بقى لما صورت. لو سمحت. تحت أمرك يا فندم. دبانة في الرز وصحي كمان؟ حضرتك غريب قوي يا فندم. طب ما تقول لها هش، يعني حضرتك ناديني من مكاني عشان انا اقول هش. ومع ذلك يا فندم تحت امرك. هش هش. افتكرت ده مش طلب حضرتك، ده طلب ترابيزه 6، طالبين رز تايلاندي بالدبان المكسيكي.